مشاهدينا مرة تانية مع حضراتكم، وما زال معنا على الهاتف رئيس تحرير صحيفة الوطن الأستاذ مجدي الجلاد. أستاذ مجدي مع حضرتك مرة تانية، وحضرتك كنت بتتكلم عن تقييمك أو تفسيرك الثاني لحالة الارتياح التي تبدو على وجه الرئيس الأسبق مبارك في هذه اللقطات، تفضل. طبعا حضرتك كلنا متابعين الأحداث السياسية اللي حصلت في مصر خلال الفترة الماضية، وقلنا قبل الأذان ما حدث خلال عامين تقريبا من صعود جماعة الإخوان إلى السلطة، سواء السلطة البرلمانية أو السلطة الرئاسية بعد كده، كان هناك إصرار من جماعة الإخوان على ما يمكن أن نسميه يعني إذلال السلطة الرئاسية السابقة أو غيره أو الكلام ده، أو عدم الإفراج عنهم مهما كان من حكم القضاء أو غيره. فكان التغييرات اللي حصلت خلال الفترة الماضية والتحولات اللي حصلت أكيد جعلت الرئيس الأسبق مبارك ونجيه لديهم ارتياح، ما لما سيحدث في القضاء هيبقى الأحكام عادلة، ما فيش ترصد من السلطة اللي موجودة أو غير أو السابقة أو غيره، بالإضافة إلى أنه هناك أمل لدى كل من دخل السجن من النظام السابق أنه مبارك تم إخلاء سبيله، رغم أنه هو على ذمة قضايا أخرى بيحاكم، ولكن خروجه من الإقامة الجبرية والسجن ده مدي شوية ارتياح. كان واضح جدا، حاولنا ان احنا في اختراقنا ده لجلسة المحاكمة في الاستراحة ان احنا نرصد اول جلسة للمحاكمة فيها، ما يهمناش كتير الجلسة حصل فيها، ولكن يهمنا مبارك ونجليه واسماعيل الساعر وغيره كانوا بيتعاملوا ازاي بشكل مختلف عن الجلسات السابقة. ربما الجلسات الاولى للمحاكمة زي ما حضرتك فاكر والسادة المشاهدين فاكرين كان فيها نوع من انواع التوتر الشديد، القلق، كان واضح ان عليهم ضغوط عصبيه شديده جدا، كانت واضحه في اولى جلسات المحاكمه. اخيرا كان هدفنا الاساسي ان احنا نرصد التغير والتحول ده للساده القراء والمواطنين. طيب اخيرا استاذ مجدي الجلاد، بالنسبه للموقف القانوني لصحيفه الوطن، هل حضرتك على يقين او الفريق القانوني للجريده متاكد ان مفيش اي مشكله قانونيه ممكن تواجه الصحيفه جراء نشر هذه الصور؟ احنا بحثنا الموضوع واستشرنا فيه الفريق القانوني للجريدة، وكان الكلام واضح جدا والفتوى القانونية واضحة جدا انه القاضي وسلطة المحكمة التي نقدرها جميعا ونقدر القضاء المصري اخذت قرار بان جلسة المحاكمة سرية، ولكن هذا القرار لا ينطبق على المساحات اللي خارج قاعة المحكمة. نحن صورنا والتقطنا الصور في استراحة المحكمة او في مكان الوصول وليس خلال جلسة المحاكمة نفسها داخل قاعة المحاكمة، كما اننا في الموضوع المنصور غدا بصور، ولم نتعرض لاي كلمة من داخل جلسة المحاكمة، انما تعرضنا لكواليس حالة مبارك الصحية من الاطباء وحالته اثناء وصوله للمحكمة واستراحة المحكمة، وبالتالي الغرفة الملحقة لا ينطبق عليها القانون، لأن جلسة المحاكمة هي ما يدور بين القاضي والشهود والمحامين والمتهمين. ومتابعة الصحيفة للأمر بعيدة تماما عن سير القضية نفسها، بعيدة تماما، والسادة المحامين المتقدمين القانونيين الخاصين بمؤسسة الوطن فعلا قفوا ده وقالوا ما فيش أي مشكلة، لأنك أنت لو صورت الرئيس الأسبق مبارك وهو في الطيارة أو في الطيارة وهو واصل المحكمة هذا لا ينطبق على سرية المحاكمة. نعم. لم نتعرض على الإطلاق لما دار في جلسة المحاكمة، لأننا نحترم القضاء المصري تماما. بشكرك على هذه المداخلة وهذا التحليل، الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة الوطن، شكرا جزيلا لك. ونستكمل الحوار، قطعنا حضرتك استاذ كريم في متابعه هذا الخبر او هذا الانفراد لصحيفه الوطن. حضرتك كنت بتتكلم عن الدور المحوري اللي ممكن تقوم به شركه علاقات عامه تؤدي دور مهم جدا في مجال السياحه. تمام. كنا بنقول ان في الازمات اهم من الدعايه يكون في علاقات عامه، العلاقات العامه بيبقى دورها الاساسي انها تنقل صوره مظبوطه على اللي بيحصل، حتى لو كانت الاحداث ما هياش ايجابيه، حتى لو سلبيه، بس افضل انها تطلع من مصدر بتاعنا احنا، عشان ما تنقلش الاحداث دي، ما تنتقلش من مصدر تاني وتصبح مبالغ فيها او ليها هدف اخر. فيصبح يبقى العلاقات العامه لما بتاخد الجهات التي تراها الاجنبيه ترى ان الموضوع ده فيه مصداقيه، تبدا تلجا الى هذا المصدر دائما لاتخاذ معلوماتها. ده مهم جدا في الازمات. تاني حاجه ان احنا مش اخبارنا مش كلها وحشه، يعني لسه كان معتز بيه بيقول في اخبار ممكن تطلع
اسبوعيه جيده جدا، اخبار سواء حتى لو كانت على نطاق ان في مجموعه راحت معبد الاقصر او ادفو او خلافه، او ان في مركب كبيره وصلت الاسكندريه، او لو في افتتاح يعني تدشين المتحف الجديد، او في من ده كثيرا وكثير جدا. ده احيانا ربما حضرتك مش عارف تتفق ولا تختلف مع الكلام ده، اخبار في مجالات اخرى ممكن تخدم السياحه، ده يعني كلام عن ان انتهت لجنه اعداد الدستور من عملها، كلام عن مؤشرات في البورصه قد تكون تحسنت لايام في الفتره اللي فاتت قبل ما تعود للتراجع شويه، يعني في مؤشرات اخرى اقتصاديه وسياسيه ممكن تدعم السياحه. الدستور ده طبعا، حدث كبير جدا وجيد جدا، واقول لحضرتك كان في غرفه شركات السياحه الياباني موجوده عندنا الجاتا الاسبوع اللي فات، وكان اول خبر اتكلمنا معاهم فيهم ان انتوا جايين في اليوم اللي احنا خلصنا فيه الدستور المصري الاولاني. واضيف الى حضرتك بخلاف الاخبار دي، في اخبار تانية مثلا فن، مثلا في ما في حاجات ثقافيه بتحصل مهمه جدا، ان احنا خرجنا من فتره كان فيها الفن وخلافه منظور في مصر بشكل مش كويس. النهارده لما بيطلع فيه مثلا مهرجان اوروبي للسينما موجود في السينما في السينمات او مهرجانات اخرى، ده خبر مهم جدا، حتى زي ما حضرتك بتقول اسبوعي لا يتعلق بالسياحه ولا ولكن استقرار المؤشرات العامه للمجتمع المصري. طيب استاذ معتز، اين دور الخبرات الموجوده عندنا من المرشدين السياحيين؟ بما يقال دايما في مجال السياحه ان عندكم علاقات طيبه جدا مع الشركات ومع الوكالات الاجنبيه للسياحه اللي بترسل او بتنظم مجيء وسفر الوفود الاجنبيه من والى مصر. هو بس تصحيح بسيط، احنا كمرشدين سياحيين بيبقى لنا علاقه مع السائحين كلهم، نعم. اما مع الشركات ده دور غرفه الشركات عشان ما يبانش ان احنا بنصلوا عليهم. لا لا لا، هو معروف طبعا انكم في اختصاصات، في توزيع طبعا اختصاصات. نعم. المرشد السياحي هو اطول فرد ممكن يقعد مع السائح في خلال اقامته في مصر، اتصل الى يعني 24 ساعه في ال 24 لو هو في كروزة يعني رحله نيليه في النيل، او قد تتقلص الى 10 8 ساعات لو هو بيشتغل يوميا في البلد. نعم. طبعا كل الاحترام والتقدير لشركات السياحه ولكل العاملين في القطاع، ممكن اقصاها يقعد معاه ساعه ساعتين. فطبعا انت يعني انت يختزل الوطن في المرشد السياحي، واحنا سعداء بهذا الدور يعني وبهذه الامانه. ودايما بقول مهنه الرشاد هي مهنه رساله، يعني هي ليست كالمهن الاخرى، ربما هي مثل مجموعه صغيره جدا من المهن تحمل فضلاتها رسالة. انا ما قصدتش انكم طبعا تاخدوا المجال او تعتدوا على او تتجاوزوا اختصاصات الشركات. لا واضح واضح، بس انا وضحت عشان حضرتك يا استاذ معتز اكيد عارف ان عندكم خبرات، عندكم اصدقاء اجانب من السائحين. انا جاي لسيادتك والله في كل حته في العالم يعني. اكيد. فطبعا المرشد السياحي لما بيشتغل مع المجموعه، كثيرا من المرشدين والمرشد المصري معترف به عالميا يعني مصنف الحمد لله بفضل الله، فبيبقى بتحصل علاقه، نتبادل الايميلات، نتبادل العناوين التليفونات، فبيسمعوا اي حاجه من مصر اسرع حاجه واسرع حاجه يكتب لك ايميل يقول لك انا شفت او انا كذا. فانت تبقى في هذه الحاله انت مصدر المعلومه الوحيد والصحيح والدقيق الى السائح. انا مش عاوز اقول لحضرتك يمكن بلغت مجموعه الايميلات اللي ارسلها المرشدين السياحيين الى اجانب يمكن ملايين الايميلات. احنا مع 30 يونيو دشنا حمله خاطبنا العالم بها ب 28 لغه مختلفه نقول لهم ايه حقيقه اللي حصل في مصر، ومرورا بكل الاحداث و3/7 واستمرينا فيها الى ان احنا عملنا حملات لدعم السياحه ودعم عوده السياحه المصريه برضو بحوالي. عملت صدى كويس من الردود اللي جات لكم على والله الإيميلات. اقول لحضرتك حاجه، انتوا بداتوا التقرير بتاع حضراتكم ببلاطه كويسه جدا، السيد الوزير واقف، ده كان في احد الاحداث اللي قامت بها نقابه المرشدين ومجموعه من المرشدين السياحيين. كانت هذا الحدث كان في منطقه الهرم، وكنا داعمين فيه السيد الوزير، والسيد وزير القوى العامه شرفونا، السيد محافظ الجيزه، عدد من رجال الفن والدين والادب في مصر. السيد الوزير هو وجاي، وده اساعدني هو في هذا الحدث، قال ان انا ما تستصغروش الحدث اللي احنا فيه، لانه هو كان كبير يعني الرجل لم يقصد ذلك. قال بعض مصدري السياحه، كبار مصدري السياحه وشركات السياحه اتصلوا بيها انه جاي، قالوا لي ايه الحدث اللي عندكم النهارده في الهرم. فلا طبعا بيبقى لها صدى، واحنا ما هو زي ما بتبان المسيره اللي ممكن يكون فيها 30 واحد والاعلام يكبرها يخليهم 3000، ممكن يكون فيها واحد يتعور ويقول لك اصابه، ممكن الاصابه دي تبقى خدش صغير في الايد بس اصابه، برضه الحدث ده عاوزين نظهره برضه جنبيه عشان ما نسيبش الفرصه بس للاحداث التانية اللي هي يعني هنا حضرتك مع اللي قاله استاذ كريم محسن في ضروره وجود شركه تتولى التواصل او جهه من مصر بتتولى التواصل مع العالم لرصد اي تحسن في مؤشرات العمل في اي حاجه في مصر. متفق تماما، واضيف على كده كمان طلبت من السيد الوزير ان احنا ناخد دقائق مجانيه او دقائق اعلانيه في كبرى المحطات العالميه نقول فيها الحاجات دي، ناخد مساحات اعلانيه برضو في كبريات الصحف العالميه ونقول فيها الحاجات دي، لان دايما الطرف الثاني وخاصه في الشهور الاولى، وانا وجهت ملامه لوزاره الاعلام ووزاره السياحه ووزاره الخارجيه المصريه برضو على هذا، ان هم قصروا في حق مصر في البدايه، رجعوا تداركوا ده في المؤخر، ماشيه العمليه كويسه. تصديقا لكلام كريم بيه برضو، تخيل مباراه غانا اللي خسرنا فيها، رغم ان خسرنا رغم ان احنا يعني كان نفسنا نصعد كاس عالم، الوحيد اللي كسب فيها السياحه ومصر. ليه؟ لان المباراه عدت على خير،
الاستاد كل الدفاع الجوي استاد 30 يونيو كان مليان. المباراه عدت على خير، صحيح خسرنا المباراه، احنا كنا خسرينها طبعا في غانا من قبل ما نيجي طبعا، هي كانت تحصيل حاصل، لكن كسبنا فيها ان ادينا رساله للعالم كله ان في استقرار في البلد، في امن وامان. وانا وجاي لحضرتك كان دلوقتي معايا ميعاد مع اثنين امريكان برضو فضل الله، انا يعني فخور ان كده كانوا معانا قبل كده، اتصلوا على معتز عايزين يعني نشوفك. اول سؤال سالوهوني قالوا لي ايه اخبار الدستور، ما سالوش على السياحه، ما سالوش على ايه اخبار الدستور. وانا طبعا كنت احد اثنين ممثلي قطاع السياحه في هذه اللجنه، لجنه الدستور، كنت العضو الاحتياطي، وانا سعيد ان انا ساهمت في كتابه هذا الدستور حتى ولو يمرر، نتمنى من الله ان يمرر. كان اول سؤال قبل ما يسالوني على اي حاجه او من وين يطلعوا الاسر، قبل ما يسالوني على حاجه قالوا لي ايه اخبار الدستور، بحكم ان انت مصري، بحكم ان انت واحد من حط الدستور. وده علامه على ان البلد بتتحرك او في خطوات والله ومتشافه والناس متابعانا كويس، وان شاء الله كل يوم يبقى فيه رسائل يعني ايجابيه ان شاء الله. وبحضراتكم الاعلام عليكم الدور الاكبر ان شاء الله. استاذ كريم محسن، ماذا عن موقف او مؤشرات الحركه والوفود اللي بتاتي الى المناطق بقى السياحيه المعروفه في مصر زي البحر الاحمر زي جنوب سيناء وغيرها؟ هل المؤشرات افضل يعني مقارنه بالقاهره؟ بكثير جدا يعني دلوقتي النهارده احنا عندنا المناطق السياحيه هي بالظبط كده، شرم الشيخ، غردقه، مرسى علم، والقصيره. المؤشرات بالنسبه نتكلم مثلا راس السنه اللي هي الفتره الجايه، المؤشرات جيده جدا لغردقه ومرسى علم، وشرم الشيخ اقل شويه طبعا. شرم الشيخ مشكلتها انها سينا، فبنتكلم دايما سينا مربوطه بشمال سينا وجنوب سينا، وان في دلوقتي سينة. شغل للجيش وحرب على الارهاب في شمال سينا كده، احنا بنحاول نقول شرم الشيخ ونقول اسم المدينه، ونقولش مثلا شمال سينا نقول رفح، نقول المدينه وما نقولش شمال سينا، لان سينا في الاخر يعني واحد سائح سينا بالنسبه له ممكن يبقى ما عندوش التفرقه دي في التقييم شمال وجنوب. احنا بنطلب فعلا منكم الاعلام انك تقول لو ممكن تقولوا المشكله في العريش، في الشيخ زويد، في رفح في الحته دي، فيصبح ان لما يقول شرم الشيخ ده ما جاش سينا، ما نقولهاش بشكل عن المحافظه كلها يبقى له صدى كلمه سينا على طول بتعمل مشكله. لكن هل المؤشرات كمان يعني ما سمعته من تقارير او ما وصل الينا من تقارير سياحيه عن جنوب سيناء حتى رغم المشكلات دي ان الامور جيده؟ تحسنت جدا. يعني حضرتك لما دايما يعني نقارن مثلا بالشهر اللي فات، تحسنت بشكل لا علاقه له بالشهر اللي فات. لو بنتكلم على السنه اللي فاتت اقل لسه، وده طبيعي جدا يعني. لكن لو بنتكلم ان احنا شايفين ايه، لا شايفين ان احنا شرم الشيخ وغردقه ومرسى علم والمناطق دي كلها هتشتغل بشكل جيد جدا في خلال الشهور الجايه، ودي هتدي منفعه للاقصر واسوان، لان من الغردقه رحلات الاقصر كثيره جدا، ومن مرسى علم رحلات الاقصر واسوان كثيره جدا. يتبقى القاهره مسموح لبعض الدول زيارتها، فلو هو مش حضرتك قلت زي انجلترا يعني. انجلترا الحقيقه يعني لازم نرفع لها القبعه الانجليزيه، لان هم البلد الوحيده التي ما عملتش حظ على مصر حتى يوم 14/8، يعني ظل السائح الانجليزي، احنا يعني كان في سائحين انجليز موجودين في غردقه وفي شرم الشيخ وفي مرسى علم في 30 يونيو في 14/8 واستمروا. وبعدين لما فكوا الحظ فكوا عن كله، فكوا القاهره والاقصر واسوان. فطبعا انجلترا وقفوا معانا وقفه جيده جدا. حضرتك بتقول 14/8 يوم بقى الاحداث، ما هي الاحداث، ما هي كل الحظر اتحط مش 30/6، هي الحظر كله بدا من 14/8. احنا كملنا شغل من 30/6 ل 14/8 بشكل طبيعي جدا، لكن بدات المشكله والحظر على السفر من دول عديده من يوم 14/8. طيب استاذ معتز، فيما يتعلق بالاقصر واسوان والصعيد، المناطق اللي بتاتي لها دايما افواج من السائحين تحت مسمى سياحه الاثار والسياحه الثقافيه، الحركه فيها شكلها ايه دلوقتي؟ والله هي ما زالت طبعا الحركه يعني محدوده وبطيئه، لكن في نمو، ايا كان قدر هذا النمو ده يعني شيء مبشر بالخير. تحديدا بالنسبه للسياحه الانجليزيه، وصل عندنا في الاقصر بفضل الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين الماضي اول مجموعه تبع احد الشركات، طبعا مش هنقول اسمها، بس هي في عقبه وحيده ان هي جات ثرو كاير يعني من خلال القاهره. الناس دي للاسف يعني داروا من ادنبرا في اسكتلندا لأحد المطارات الداخلية في إنجلترا، وبعدين من المطار ده لهيسرو، من هيسرو كايرو الأقصر، وده طبعا كبير جدا عليهم. فاحنا بنحمل المسؤولية للسادة المسؤولين برضو ان الشركات السياحة الإنجليزية عندهم استعداد ان هم يجوا من بكرة، فليت بقى يرجع طيران الشارتر مرة تانية اللي كان بينزل على مطار الأقصر مباشرة. وانا عاوز اقول بس حاجة على السياحة الإنجليز، دول يعني قبلة الحياة للسياحة المصرية، مع كل الاحترام طبعا لكل السائحين الآخرين. عندنا الروس قايمين معانا بالواجب، وانا لسه جاي من شرم على فكره النهارده الصبح، عندنا نسبه الاشغال وصلت هناك، انا كنت برضو في زياره يعني. ليه حضرتك بتقول ان قبله الحياه بالنسبه للسياحه المصريه هي السائح الانجليزي؟ هقول لحضرتك لسه جاي من شرم، وصلت نسبه الاشغال عندنا في شرم الشيخ 65% بفضل الله. يمكن الغردقه وصلت 70 زي ما كريم بيه قال، تتراوح بنفس النسبه في مرسى علم، وده كويس جدا جدا برضو في عقاب رفع الحظر.
ليه بقى؟ لان السياحه النيليه اللي هي يعني هو السياحه الثقافيه بصفه عامه، السائح اللي بيجي فيها اولا هو الاعلى قدره على الانفاق، لانه لم ياتي للاقامه فقط، بيدفع تذاكر لدخول المعبد، بيدفع ثمن رحله، بيدفع اتوبيس او بعربيه صغيره ليموزين، مرشد سياحي بيبقى في رفقته، ناس بيبيعوا له، فهو الاعلى انفاقا. نمره اثنين الاكثر اقامه، نمره ثلاثه بعطفا على السبب الاولاني برضه هو الاكثر خلقا لفرص العمل. ليه؟ لان طالما هو بيستخدم كل الناس دول من حنتول لمرشد لاتوبيس فبيخلق فرص عمل كثيره، وبرضه في دخل مباشر للدوله اكسترا برضه متمثل في الانترنس في اللي هو بتاع المناطق السياحيه. ليه السائح الانجليزي هو قبله الحياه للسياحه المصريه؟ لان وصل عندنا يمكن في السنوات الاخيره من 600 الى 800 الف سائح انجليزي بيجوا مصر وبيعملوا النايل كروز سياحه النيليه، ودول بيمثلوا رقم كبير جدا جدا من الرقم اللي بيجي اساسا للسياحه، السياحه الثقافيه بصفه عامه وبين السياحه اللي جت مصر برضو. فعشان كده هم قبله. لو قلنا طب السياحه الثقافيه هنقول عندنا 300 فندق عام، كل فندق عام متوسط عدد العاملين فيه من 70 ل 100 عامل، كلهم دلوقتي قاعدين في البيوت طبعا. كل مركب من دول بيشغل على الاقل من 10 ل 20 مرشد، طبعا بياخدوا اسبوعين يريح اسبوعين. هو ممكن يكون مفاجئ بس لبعض الساده المشاهدين كلام حضرتك، لان دايما بنتكلم عن ان اكبر اعداد بتاتي من السائحين لمصر هي من روسيا الحاليه، روسيا. فممكن يكون مفاجئ ان حضرتك بتتكلم عن ان في كمان دور مهم جدا ومختلف للسائح الانجليزي. دي حقيقه يعني. فهم طبعا تخيل حضرتك ان لو قلت لك من عدد المرشدين المصريين كلهم نسبة 70% بيشتغل في السياحة النيلية. نعم. فعودة السائح الإنجليزي بالتبعية طبعا هيدي ثقة لباقي السائحين، هيعود ولو تدريجيا عدد 70% من المرشدين. العدد الآخر اللي هم بينزلوا مع الكويك تريب أو اللي بيشتغلوا مع الأوفر دهات اللي قال عليها كريم بيه، وبرضه احنا يعني عاوزين برضه اهتمام أكتر برضه. نعم. تأمين الطريق عشان ترجع رحلات اليوم الواحد سواء من شرم للقاهرة، شرم الأقصر، أو الأقصر القاهرة والأقصر، وكذلك مرسى علم. بس إن شاء الله احنا متفائلين وهتعود العملية تدريجيا إن شاء الله مع استقبال أول مجموعة إن شاء الله في الأقصر بإذن الله. السيد المحافظ هيقابلهم بكرة بإذن الله بالليل، عمل لهم حفلة، وده برضو شيء يعني كويس جدا. وأنا عاوز بس أقول للسادة المشاهدين عشان في ناس كتير بيقولوا أنتوا بتتكلموا كتير ومش شايفين حاجة على أرض الواقع، ده ممكن يكون حقيقي ولو جزئيا، لكن إن شاء الله في أمل. بس عشان نرجع 2010 ابتداء من السنة الجاية، معنى إن دولة ترفع الحظر عن مصر ده معناه مش بالعواطف، هم ما بيشتغلوش بالعواطف زينا، معناه ان جات خبراء وفود امنيه زارت مصر، شافت برؤى العين، تحدثت مع الجميع، وعندما احست بالقدر الكافي بالامن والامان على رعاياها فهي رفعت الحظر. عشان ده ما يقولش اصل اخوان او ده الفتره، احنا بعيدا عن اي شيء، بنحاول ننقى بالصناعه بتاعتنا تمام عن السياسه، يبقى ارض الواقع ان دول ما رفعوش الحظر الا ما حسوا ان في امان وبقدر الكافي في مصر. وان شاء الله يعني متاملين اكتر. ان ده تقييم موضوعي، ده تقييم موضوعي بعيد عن اي حسابات. مش هيضحي مش هيضحي بمواطن من عنده. ليه المواطن عندهم ليه قيمه كبيره جدا؟ عشان معتز ولا عشان كريم بيه ولا عشان حضرتك ولا عشان مصر؟ مش هيضحي بالاطلاق. طيب استاذ كريم محسن، لو اتكلمنا ايضا عن السياحه الداخليه او تنشيط السياحه الداخليه، ده دايما كان بيقال لكن لم نستشعر ان في فعلا رواج للسياحه الداخليه ادى الى تحقيق بعض الارباح تعوضكم عن بعض الخسائر الكبيره. ايه اللي ممكن يتعمل في الفترة دي؟ فرص السفر موجودة، اماكن الحجز موجودة، مفيش كثافة لسه للسائحين الاجانب عاملة اشغال لكل الفنادق والغرف الفندقية، ايه اللي ممكن نعمله بجد ويبقى خطوة ايجابية؟ اولا كويس حضرتك فتحت الموضوع ده، دي فرصة ذهبية للسياحة المصرية المهضوم حقها. لان احنا دايما كنا نروح للسياحة المصرية لما السياحة الاجنبية يحصل لها مشكلة. النهاردة احنا بقالنا 3 سنين عندنا مشكلة في السياحة الاجنبية، فاصبحت السياحة المصرية احد المصادر الاساسية لفنادق واتوبيسات، ويمكن مش مرشدين بس للقطاع بصفه عامه، خدمه متوفره والعرض اعلى من الطلب حاليا. بالظبط كده. فالمشكله ايه اللي احنا كنا دايما يعني دايما بنهاجم فيه كقطاع سياحه؟ ان السائح الاجنبي بيجي بثلاث تعريفه والسائح المصري بيجي اغلى. ما هو السائح المصري بيسافر امتى؟ في راس السنه وفي العيد الصغير وفي العيد الكبير، فترات الذروه، والفندق عارف هذا الكلام، فبالتالي بيطبق عليه اسعار غاليه. اما السائح الاجنبي بيجي امتى؟ ما بيجيش لوحده، السائح اللي بيجي لوحده عن طريق لوحده تماما ما فيش، هو اصبح في اجهزه حجز. يعني هو بيدخل عن طريق شركه سياحه هي عباره عن انترنت، او جاي عن طريق زي ما كان الاستاذ معتز بيقول شارتر، فبالتالي باكج كامل. طب الباكج ده معمول ازاي؟ معمول عن طريق شركه اجنبيه تعاقدت لمده 365 يوم، اخذت طيران واخذت فنادق، فبالتالي اخذت سعر افضل. هل في شركه مصريه اخذت للمصريين 365 يوم 100 اوضه في اي فندق؟ ما بيحصلش هذا الكلام. بس اللي حصل بقى مؤخرا، التغيير اللي حصل، ان اصبح شركات السياحه
تعمل تتفق مع فنادق وتعمل باكج وتسوقه للسائح مباشره وللشركات المصريه. الشركات المصريه الايه؟ هي الشركات الكبيره، يعني المصانع، المحلات، الحتت اللي هي فيها كثافه عاملين. فاصبح الباكج بتاع العامل على مستوى السنه، على مستوى السنه ممكن ياخد سعر جيد. دي غيرت وملت فراغات كثيره جدا للفنادق، واتمنى النهارده ان الفندق ما يرجعش يقول اصل السائح المصري بيكسر اللي ما اعرفش ايه. محتاجين مرونه شويه من الشركات والفنادق في الوقت ده في البرايسنج او في عمليه تسعير الخدمه، طالما ان في خسائر كبيره زي ما حضرتك بتقول ممكن يبقى التعويض لها ولو بارباح اقل في الفتره دي. انا اعتقد القطاع الخاص مش محتاج اي مرونه، لانه اكتر القطاعات مرونه. يعني القطاع الخاص لو ما كانش مرن سيموت، فهو مرن لكنه تعلم الدرس. تعلم الدرس معناه ايه؟ انك انت مش كفندق او كشركه سياحه مبسوط جدا بان المصري النهارده راكب اتوبيسك وبيروح في فندقك وكل شيء، لما يجي لك السائح الاجنبي ما تقولش انا عامل السائح الاجنبي بشكل وحساب هعامل السائح المصري بشكل، ده مبدئيا على الفندق وعلى شركه السياحه. يعني الفندق هو بيستقبل السائح المصري ما هيستقبله زي ما بيستقبل بالظبط الاجنبي، وده لازم احنا نتمرن عليه. انا ما بعملش سائح على جنسيته، بعامله انه سائح دفع فاتورته، فاتورته صغيره او كبيره ده مش شغل اللي بيخدمه اطلاقا. اعتقد الدرس ده اخذناه جميعا، واصبح من كان لا يتخصص في السياحه المصريه اصبح متخصص، يعني معناها يجب ان ينزل بمستواه الى انه يخدم السائح المصري. وما نقولش بقى ينزل بمستواه، يعني انا اقصد من خطه عمل، انا اسف ما اقصدش، اقصد انا اقصد عشان دي لا لا انا اسف انا اقصد ان هو الشركه المصري من رؤيته لسوق السياحه في مصر انه بيقدم خدمه سياحيه. اشرح لحضرتك بس حته ينزل المستوى دي معناه ايه؟ يعني انا كان عندي كفندق بيقول لك انا السائح اللي بينزل فندقي ايا كان اسمه لازم يكون في مستوايا عشان اخدمه. لا، انت سعادتك كفندق تنزل لمستوى السائح اللي انت عايز تخدمه وليس العكس. ما هو ينزل لمستوى جميع سائحين العالم، لكن يجي مع المصري الفندق يبقى بيدور على شريحه معينه، يبدا بقى يتكلم بنفس اللغه، واصل هم لما بيبقوا صغير قليل عدد صغير كويسين، لما بيجوا عدد بيبقوا وحشين. يبقى ده اللي بنقوله، ده اللي قاله استاذ كريم، بياكد على فكره المرونه دي. حاجه اخر حاجه اختتم بيها مع حضرتك عشان وقتنا انتهى، ان مطلوب مرونه في الخدمه وان تراعي كل الشرائح الموجوده، سواء من السائح القادم للفندق من اي دوله في العالم او السياحه الداخليه السائح المصري. ده كلام مظبوط جدا، بس عاوزين اصحاب شركات الفنادق ينزلوا بالسعر وكل الامور، مش ينزلوا باي حاجه ثانيه فقط لا غير. وهتيجي السياحه المصريه، احنا كنت لسه بقول لحضرتك بالمناسبه في شرم الامور مطمنه، عدد كويس جدا من المصريين، بس عاوزين نشتغل على البرامج طويله الامد ان شاء الله. المشكله الرئيسيه في الطيران هي الوحيده، انا شايف في استجابه من سادة اصحاب الفنادق وملاك الفنادق والقرى السياحيه، عاملين كذا مبادره يمكن ان شاء الله هتطلع في النور قريبا مع وزاره السياحه، هي التنشيط تنشيط السياحه الداخليه، بنشتغل على الانديه الكبيره، على النقابات، على الحاجات هتظهر للنور قريب ان شاء الله. احنا ما زال مشكلتنا الوحيده في المبادره دي اسعار الطيران، اسعار الطيران. وانا بناشد السيد وزير الطيران وكلمته شخصيا وكلمته في يعني وقابلته اكثر من مره ونشدته مناشده السيد رئيس الوزراء، دعم طيران للمصريين، لان ما فيش حد عنده اسره مصريه يا رب اسره يقدر يدفع 5000 لو هم 5 افراد عشان يروح بس ذهاب عوده من غير اي حاجه. فما زالت التذاكر الطيران عاليه، انا باكد لحضرتك ان لو تذاكر الطيران بقت في المتناول أكدك إن احنا ممكن كشركات سياحة وكقطاع نستهدف 1% من الشعب المصري، ده ترجمته 900,000 مواطن. 900,000 مواطن لو استهدفناهم سنويا يبقوا ريجولار جيست، ان هم بيسافروا سنويا داخلي، كل 5 سنين نستهدف دول يعملوا انتعاشه حقيقيه، يعملوا انتعاشه ويعملوا استقرار دائم، ان في يبقى على الاقل عندك 30 40% من كل فندق في مصر على طول العام. تخيل لو رايحين الاقصر واسوان، وتخيل بقى هيعملوا انتعاشه وحاجه كويسه جدا، هي الحاجه الوحيده اللي بيعنا الطيران. ان شاء الله يبقى في تحرك، يعني مش على مستوى فقط وزير السياحه او وزير الطيران، ولكن على مستوى رئيس الحكومه، انهم يبحثوا عن حلول سريعه وعاجله وقاطعه للمشكلات دي، طالما انها ممكن تخدم الاقتصاد المصري وقطاع مهم جدا من القطاعات المصريه وهو السياحه. بشكر حضراتكم على وجودكم معانا النهارده، وان شاء الله نتابع في الفتره اللي جايه مزيد من التحرك ومزيد من الحلول اللي ممكن تقدم. استاذ كريم محسن، عضو مجلس اداره غرفه شركات السياحه المصريه، شكرا جزيلا لحضرتك. واتوجه بالشكر ايضا الى الاستاذ معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، شكرا لحضرتك استاذ. انا اللي بشكر حضرتك استاذ محمد، شكرا. نهايه هذه الجوله اللي كنت فيها مع حضراتكم في هذه المتابعه وفي عده فقرات من خلال بث مباشر، وهتلتقوا بعد قليل مع الزميله دينا عبد الرحمن. هنتوقف مع فاصل قصير وهنتابع ايضا من خلال هذا الفاصل الجوله اللي قام بها وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي وتفقده لجانب من تدريبات
تدريبات قوات الصاعقة المصرية والتركيز على حماية المناطق المركزية، المنشآت الحيوية وكل المؤسسات، وأيضا الاستعداد الكامل لهم بإذن الله لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور كخطوة أصيلة ورئيسية وبالغة الأهمية في تحرك المجتمع المصري واتخاذ كل التدابير لاستمرار تنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الفترة أو وفقا للبرنامج الزمني المحدد إن شاء الله. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. شهد الفريق الأول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من الأنشطة التدريبية التخصصية التي نفذتها عناصر القوات الخاصة من وحدات الصاعقة، والتي تأتي في إطار المتابعة الدقيقة لمستوى التدريب والاستعداد القتالي وبناء الفرد المقاتل القادر على تنفيذ كافة المهام تحت أصعب الظروف. وتفقد الفريق أول السيسي معرضا للأسلحة والمعدات التي زودت بها الوحدات الخاصة لدعم قدراتها القتالية والفنية، وقام بالمرور على القوات المشاركة واطمأن على القدرات البدنية والمهارية العالية التي تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام باحترافية وإتقان. واستعرضت مجموعات أخرى مهاراتهم في التغلب على الموانع الطبيعية والصناعية وتنفيذ تمرينات الكفاءة البدنية بمعدلات قياسية تعكس مستوى الإعداد البدني المتميز للفرد المقاتل داخل وحدات الصاعقة. كما نفذت عناصر القوات الخاصة عددا من الرمايات غير النمطية باستخدام الذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة. خلال لقائه بقادة وضباط وضباط صف القوات الخاصة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العناصر المشاركة، والتي تؤكد أن القوات تسير في مسارها الصحيح للحفاظ على أعلى معدلات الأداء والكفاءة القتالية. القوات الخاصة بالذات في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت، وانتم متابعين الموقف في سيناء وتشوفوا قد ايه التحدي اللي موجود، مش كل يوم ده، كل ساعة وكل دقيقة، وقدام الموقف ده